السلام عليكم، تحياتي لجميع الطلبه المقبلين على امتحان ديال التعليم. اليوم غنكملوا التوصيف ديال ماده علوم التربيه جميع التخصصات، وغنهضر على المجال الفرعي اللي هو الرابع، سوسيولوجيا التربيه وديناميات الجماعه. طبعا هذا المجال الفرعي فيه مجموعه ديال القضايا، اهمها مفاهيم ونظريات سوسيولوجيا التربيه، سوسيولوجيا التربيه بالمدرسه المغربيه، ديناميات الجماعه في المجال التربوي، التربيه الدامجه. طبعا نعرف جميعا بان العمل ديال علم الاجتماع هو يدرس المجتمع ويدرس ظواهره، لكن عندما نقول النظريات الكبرى في سوسيولوجيا التربيه نقصد عمل الجماعات داخل المؤسسه التعليميه او فيما يتعلق بمجال التعليم في اي مجال كان. وهنا عندنا مجموعه ديال النظريات في مجال السوسيولوجيا اللي تتكلم على المدرسه وعلى الاهميه ديالها في بناء المجتمع. اول نظريه غتشرف هذا المجال هي النظريه الوظيفيه، اللي من الرواد ديالها هو ايميل ديركاي، الذي يرى بان التربيه يمارسها الكبار على القاصرين، وتتخذ التربيه موضوعا للتنشئه الاجتماعيه وتنميه عدد معين من القدرات الجسميه والذهنيه أخلاقية لدى الطفل أو التلميذ. وبالنسبة للكاتب اللي هو إيميل دوركايم، الأهمية التربية تجي من الضرورة الاجتماعية، اللي هي ترويض الصغار على قبول الوضع الاجتماعي وتكيفهم مع المحيط الذي نشأوا فيه. بهذا المعنى الدور ديال التربيه هو انها تدمج الفرد داخل المجتمع باش يكون مواطن صالح، يشتغل وينتج ويدير واحد الوظيفه، ومن ثم غادي يولي المجتمع غيفسخ عنده واحد المجموعه ديال الاشياء اللي هي الهويه والحضاره وكل ما يرتبط بالبعد الاجتماعي والبعد الوطني. وبهذه الطريقة تجدد المجتمع التواجد ديالو داخل الفرد، فبالتالي الفرد يكون وإعادة إنتاج للثقافة التي هي سائدة داخل المجتمع، يسميها إيميل دوركايم المشترك في أفق تكوين إنسان نموذجي ثقافيا وجسميا وأخلاقيا. وهذا الشيء علاش يحتاج التلميذ واحد المجموعة ديال الشروط الاجتماعية والشروط العائلية حتى يندمج داخل المجتمع وحتى يكون شخصا فاعلا ومنتجا. ونتيجة الدور ديال المدرسة باش تعزز عنده الثقة في النفس وتعزز عنده واحد الأهمية واحد القيمة باش يندمج ويكون إنسان فاعل داخل المجتمع. إذن هذه النظرية اللي تعطي الأولوية للمجتمع في بناء الفرد وفي تعزيز التفاعل ديالو داخل المدرسة. من جهة أخرى عندنا نظرية أخرى اللي هي التفاعلية الرمزية، واللي من الرواد ديالها جورج هاربرت وماكس فيبر وروبرت بارك، وهذو كلهم أسماء معروفين. المنطلق ديال هذه النظرية أن الفرد فاعل داخل المجتمع وشخص مؤثر، فبالتالي فإن هناك تفاعل اجتماعي وتفاعل رمزي. وتطورت السوسيولوجيا التفاعلية ولا التفاعلية الرمزية في المجتمع الأمريكي، وتأسست على كثير من التصورات البراغماتية والأنثروبولوجية. من المفاهيم ديال الأساسية كاين التفاعل اللي هو صيرورة تفاعلية بين الأفراد ديال المجتمع وكذلك بين الجماعات، الرمزية بمعنى أنه كل تواصل تعني واحد مجموعة الرموز ومجموعة ديال الأبعاد، الوعي الذاتي أي أن كل فرد داخل المجتمع وخا تخضع لتمثلات المجتمع وتنشئة المجتمع فإنه يمتلك حرية واستقلالية ذاتية عن الجماعة، وهنا غتطور الفلسفة ديال الذاتية أو البعد الذاتي. إذن على خلاف النظريات الكلاسيكية اللي غيبت الدور ديال الفرد، فإن التفاعلية الرمزية تركز على الدور ديال الفرد وأهمية ديالو في التفاعلات الاجتماعية وفي النمو الفرد داخل المجتمع. وهنا لشنا داخل المدرسة فإن هذه النظرية تؤكد على دور المتعلم اللي هو فرد في التأثير على فعل الجماعة اللي هو عملية التعلم. فهنا تنتكلم على واحد المنطلق تفاعلي، لعل المقاربات البيداغوجية اللي تقوم على الكفايات وعلى التعلم الذاتي وغيرها من الأشياء تتراهن على التفاعلية الرمزية ونتائجها، لأن الفرد هو جزء فاعل داخل المجتمع. والتأكيد على الأهمية ديال الفرد بشكل جيد وعلى تأويل الأفعال ديالو والتأثير ديالها على القيم وعلى الثقافة ديال المجتمع. إذا هنا تنشوفوا أن النظرية التفاعلية تؤكد على أهمية الفرد كدور فاعل في تغيير مفهوم الجماعة. ثم عندنا نظرية أخرى وهي النظرية الصراعية أو ما يسمى النظرية النقدية. طبعا من رواد ديال هذه النظرية هو السوسيولوجي الفرنسي بيير بورديو، بالكتابات ديالو المعروف بها العنف الرمزي إعادة الإنتاج. المنطلق الأساسي الذي تبنى عليه هذه النظرية أن المدرسة هي جزء من المجتمع، والمجتمع يحكمه دولة، والدولة من منظور يساري ولا من منظور ماركسي ترى بأن الطبقة المهيمنة أو الطبقة السائدة تفرض سيطرتها على المجتمع من خلال وسائل الإنتاج، وتعتبر المدرسة من وسائل الإنتاج. فبالتالي من نتائج النظرية أن المجتمع ماشي كتلة متجانسة بل هو قائم على التناقض والصراع، أن الطبقة المسيطرة هي تفرض الشرعية ديالها والسلطة ديالها على المجتمع. إذا بالنسبة لبيير بورديو
التربية تتشكل واحد الحقل ديال الصراع والتفاعل بين كل الطبقات المهيمنة وسيطرة داخل المجتمع. هناك كذلك عنده واحد المفهوم آخر اللي هو العنف الرمزي، وأن المدرسة تتمثل أول هذه الأبعاد اللي هي أن تتماط واحد العنف الرمزي من خلال مجموعة التمثلات اللي تقنع بها المتعلمين باش يكون عندنا إعادة الإنتاج اللي هو مفهوم مهم في النظرية ديال بيير بورديو، لأن المدرسة تتعاود تنتج العنف الرمزي أو ذكر الرأسمال الرمزي وتفرضه على الطبقة المسيطرة عليها داخل المجتمع. ثم عندنا نقطة أخرى وهي سوسيولوجيا التربية بالمدرسة المغربية. طبعا عندما نتكلم عن سوسيولوجيا المدرسة المغربية نتكلم على مجموعة ديال المرتكزات والأسس الاجتماعية التي قامت بها الوزارة التربية الوطنية منذ استقلال إلى اليوم، أي المنظومة ديال التربية والتكوين، وكذلك على المشاريع الكبرى التي وضعتها الرؤية الاستراتيجية. مثلا على سبيل المثال تعتبر من الأسس ديال السوسيولوجيا المدرسة المغربية التربية على القيم اللي كانت من المرتكزات الأساسية في جميع المواثيق، لا في الكتاب الأبيض ولا في الميثاق الوطني ولا كاع المنطلقات اللي اعتمدت عليها الوزارة. كاين جعل المنظومة التربوية رافعة من رافعات الارتقاء للمجتمع حتى تسوده منظومة القيم المنصوص عليها في الدستور، هذه كلها منطلقات أساسية في السوسيولوجيا التربية في المغرب. من أجل هذا الأمر هذا كاين مجموعة ديال البرامج اعتمدتها الوزارة، مثل البحث العلمي، مثل البحث التربوي، مثل مجموعة من المبادرات الجهوية والوطنية ذات بعد اجتماعي بحال المسألة ديال الهدر المدرسي، ذات بعد مالي تتعاون بها الناس اللي عندهم مشكل ديال أن ولادهم يقراو، ذاك البرنامج ديال تيسير وغيرها. دي كلها وسائل استعملتها الوزارة كوسيلة باش نتكلموا على الجانب القانوني والجانب الحقوقي ديال تعميم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي. نقدروا نهضروا على المسألة ديال الرقمنة والدور ديالها في المدرسة المغربية وسوسيولوجيا المدرسة المغربية، خصوصا بعد الأزمة ديال كوفيد حتى تدخل في هذا السياق هذا. عندنا نقطة أخرى يمكن نشيروا لها، كذلك مدرسة العدالة الاجتماعية، اللي هي أن مهمة المدرسة هي فك الارتباط بالفوارق الاجتماعية والتقليص ديالها وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين. ولعل القضية ديال التعليم الأول دمجت مع الوزارة كالهدف ديال الأساسي أن الرؤية ديال الوزارة تكون موحدة تحقيق واحد العدالة المدرسية توفر شروط عدة بينها تعميم التعليم الأول. كذلك كاين مجموعة الأمور، منها المشروع ديال المدرسة، المشروع التربوي، كاين عندنا مجموعة من المذكرات وزارية تتنظم الأندية والدور ديالها في الاندماج داخل المجتمع، الأندية المدرسية والأهمية ديالها في اندماج المدرسة مع جمعيات المجتمع المدني ومع الوضع الاجتماعي. كاين مسألة أخرى وهي السلوكيات والظواهر المشينة بالوسط المدرسي. المجتمع المدرسي خذ واحد القرار أنه يحارب السلوكيات السلبية في المدرسة بحال العنف، بحال المخدرات، بحال الغش وغيرها من الأشياء، من خلال إصدار مرسومات، من خلال ورشات تكوينية، من خلال مجموعة من الوسائل المختلفة باش تحقق هذه العمليات. نقطة أخرى أصبحت مهمة في مجال التعليم في المغرب أو سوسيولوجيا المدرسة وهي الدعم النفسي والاجتماعي، اللي ولا من المرتكزات الأساسية ديال المدرسة، باعتبار أن التلاميذ تعيشوا في واحد الوسط اجتماعي فبالتالي تأثرون بكثير من الوضعيات الاجتماعية الهشة. فالمدرسة الدور ديالها الأساسي بعد عملية التعليمية التعلمية وإدماجهم في المجتمع، ولعل توظيف ديال مجموعة ديال الخريجين ديال الملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين كان الهدف ديالو هو القيام بهذه العملية، وهو إشراك المتدخلين التربويين والاجتماعيين في المنظومة التعليمية. إذا عموما سوسيولوجيا التربية بالمدرسة المغربية تدخل فيها بزاف ديال الأبعاد، أبعاد ذات منطلق قانوني إجراءات دارتها الوزارة، أبعاد ذات منطلق تربوي، يعني هنا خص الطلبة يطلعوا شوية على الأبعاد الكبرى اللي خدتها الوزارة ديال التعليم، وكذلك المدرسة المغربية منذ استقلال إلى اليوم في التعامل ديالها مع البرامج التعليمية ومع الإصلاحات اللي كانت، خصوصا الإصلاحات الكبرى اللي كانت في التقويم الهيكلي، ثم بعد منها جاء الميثاق الوطني للتربية والتكوين والكتاب الأبيض، ثم عندنا الإصلاح اللي كان في الرؤية الاستراتيجية ديال 2030. ثم لدينا نقطة أخرى وهي دينامية الجماعة في مجال التربوي. نعرف بأن الفعل التربوي هو فعل جماعي، إذا هنا سوف ندرس مجموعة من الآليات التي تشتغل بها الجماعة التربوية، كيف تتقدم، كيف تنجح، ما هي أنواع العمل الجماعي، وما هي أساليب التنشيط التربوي داخل الجماعة، إضافة إلى إدراك مجموعة من المفاهيم التي ترتبط بالجماعة وبديناميتها، مثل التماسك الخارجي، التماسك الداخلي، الزعامة، القيادة، التوجيه. هذه المفاهيم وغيرها ترتبط بسير الجماعة التربوي داخل الفصل الدراسي وكذلك خارج
الفصل الدراسي. ولينامية الجماعة هي دراسات علمية تتم بالبحث في الكيفية ديال ظهور الجماعات وبروز البنية ديالها والتقدم ديالها داخل التفاعل الإنساني. وهذا يعني أن الجماعة عندها واحد آليات وعندها واحد المظاهر كيفاش تشتغل. فحنا تنتكلموا هنا على المظاهر الجماعية ديال المؤسسة، باعتبار أن المؤسسة حتى هي جزء من الريادة ديال المجتمع. وهذه المفاهيم هي أقرب إلى المفاهيم اللي كاينين في مجال ديال بناء الشركات والمقاولات، يعني فكرة العمل الجماعي كيف تشتغل، كيف تتعاون المنظمة، كيف تتقدم، كيف تتجدد، فكرة الإنتاجية، فكرة دور الفرد داخل الجماعة، فعاليات الفرد داخل هذه المجموعة، هادشي كله تدخل في هذا البعد ديال الديناميات. ثم عندنا النقطة الأخيرة وهي التربية الدمجة. نتكلموا على كيفاش أنه المغرب انتقلنا من التربية الاندماجية اللي كان فيها هاد المتعلمين اللي عندهم مشاكل نفسية أو إعاقات أو غيرها أنهم كانت يقرأوا فصول بوحدهم، إلى التربية الدمجة اللي بدأ البرنامج ديالها من خلال المرجع اللي معروف اللي هو الاستراتيجية الوطنية التربية الدمجة الصادر سنة 2019. والدور ديالو الأساسي أنه هاد الأطفال اللي عندهم إعاقات وعندهم صعوبات يندمجوا داخل الفصول الدراسية العادية ويكونوا حتى هما فاعلين داخل هاد الفصول. إذا إلى هنا غنكونوا حاولنا نعطيو واحد مجموعة ديال المواصفات حول سوسيولوجيا التربية وديناميات الجماعة. إذا كاين شي أسئلة أو شي ملاحظات خليوها لنا في التعليقات باش نجاوبكم حولها إن شاء الله. ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع أصدقاء باش تعمل فائدة للجميع. إذا مازلنا فيديو آخر إن شاء الله غنستكملوا في السلسلة اللي غنتكلموا فيه على نفس التربوي.